طبعا زي ما بتعرفي السي فود دائما بده ايش؟ تومه. طبعا بالبقلو كثير وبده ليمون. طيب هلا هون عم بسخن عندي هاي المقلاي. سلام. خلينا نبلش يا ستي العزيزه نقلي للشمس. حلو. هلا انا جبت صراحه الشمس، ما جبت للشمس الفريش، في بيجي جاهز عندنا بسوبر ماركتات الكبار مفرز، اللي هو بيجي مفرز بس مسلوق نص سلقه. هذا الحلو فيه، هذا اسهل شيء، بيجي مقشر منظف جاهز، ما بدنا ولا شيء لتحضيره. هذا شو بدنا نبقى لانه ما تركه على النار كثير. بالضبط. خلص انت مستوي عندك هون، بدك ياخذ نكهات الزيت والزبده والليمون والتومه اللي راح نحطه معها. فهلا هون حطينا زيت الزيتون، راح احط الزبده. ايوه خليها تدوب شوي مع الزيت. هون بنحط فوقيها الجمبريات اللي عندي هون. تمام. هذا الحجم الصغير. بالضبط، جبته عشان ينحط انه راح يتاكل فته، فبتكون لقمه لقمه يعني ما راح يكون طبعاً. بديش شيء كبير الواحد ما يعرف. تومه. وابرشها فوق الشمس. هاي المبرشه الشهيره. المبرشة الشهيرة، مبرشة الباربي. أنا ألعاب الأزياء. طيب. طيب طبعاً زي ما بتعرفي السي فود دائماً بده إيش؟ تومة. طبعاً بالبقلو كتير وبده ليمون. عم نحط قاعدين عصير ليمون على الجمبري. خليه يتطفى عندي هون ونتركه شوي يتقلب هو التومة والزبدة وعصير الليمون. هلا هاي مش مي اللي عندي بالمقلاي، هاي اللي هي ليمون. الزبده والزيت الزيتون والليمون والاشياء الرهيبه اللي عندنا هون. خليها شوي ياخذ الطعم. حطينا كزبره ناشفه برضه. نجهز اللي هي خلطه اللبن تبعت الفته. أيوة. كالعاده معروفه عندنا. بدنا نبلش اول شيء بسنون الثوم. نبرشهم مع اللبن، اكيد او لبن وطحين او الطحينيه او الليمون اللي بدكم اياه. خلينا نبرش التومات معهم. هون راح احط عصير الليمون. طحينه. وبنحط الطحينه، انا مش من محبين الطحينه كثير. زيي انا هيك. فما راح نكتر اليوم عشان مروان. انا كثير بحب الطحينه قليله، يعني بالفتات يكون اللبن اكثر الطحينه قليله. بالضبط، حموض اللبن بتعطي طعم. ايوه رفيق. اسكب. رشه ملح صغيره، ما حنكتر. حلو. وهاي كل قصتنا. يا سلام، هلا بدنا نخلط. نخفقهم. لا يا سلام يا سلام يا سلام. بدي احط شوية تشيلي فليكس على الشمس، ما بتحطوا ما بتحبوا ما تحطوه، برجع لكم. وهيك تقريبا احنا صار كل شيء جاهز عندنا، بس داير نطبق فوق بعض. خلينا بس اول شيء نقيم الشمس على النار. بدي احطه بصحن هون. انت بدك اياه بارد ولا سخن؟ لا لا ما بفرق. ما بفرق لو دافي شوي. بس بدنا نحطه هون. بدي اجيب المقلاي اللي قليت فيها. ايوه. راح اجيب الخبز المقلي. طبعا هذا اللي زاد، هاي بقايا اللي هلا انضم لنا، يقولوا المقلاي مش انضم. لا لا لا، هاي اللي قلينا فيها الجمبري، يعني هاي اللي فيها كل النكهات. ايوه. الطيبة بدنا نحط هون. اللبن. ايوه. اللي خلطناه مع يا سلام التومة والطحينية والليمون. وراح أجيب الشمس. اللي قليناه مع التوابل وأحطه. أيوة. النص. وعندي هون الحمص الحب. زاكي كثير معها بطلع. بدي ارش رشه كمون كمان. للحمص. على الحمص وعلى اللبن. بيعطي نكهه خرافيه. اسمعوا الصوت. ركزوا معنا. يا سلام. بدنا نص كيلو جمبري، ملح فلفل اسود، ثلث سنون ثوم، معلقتين كبيره كزبره ناشفه، كوبين لبن، معلقتين كبار طحينه، ثلاث معالق كبيره عصير ليمون، سنين ثوم مهروس، كمون، رغيف خبز عربي مقطع ومقلي، اربعه طبعا، نص كوب حمص حب مسلوق، بقدونس للزينه.